أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم جو دعا پڑھیں گے وہ ہے بخشش گناہان کے واسطے. تو بخشش گناہان کے واسطے یہ دعا پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز اونچی رکھیں. سبحانك. سبحانك. لا إله. لا إله. إلا أن تغفر لي. إلا. إلا. أن تغفر. فِرْ لِي ذُنُوبِي ذُنُوبِي كُلَّهَا كُلَّهَا جَمِيعًا جَمِيعًا فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ لَا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ يَغْفِرُ يغفر الذنوب كلها كلها جميعا جميعا إلا إلا أنت أنت اللهم صل على محمد وآل محمد. اب آپ ترجمہ سنیں. پاک ہے تو تیرے سوا کوئی اللہ نہیں, میرے سب گناہ بخش دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی سارے گناہوں کا بخشنے والا نہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.